الخير كبيدات سافا لاباس عليكم ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير. دونك اليوم ما كنتش معوله غادي نجي للبيسين نهائيا. جيت البارح عند ماما اليوم صباح نهار السبت، جيت البارح عند ماما لقيت العائله وداك الشيء مولفين، كان مولفين العام اللي فات كنا كنجيو لهاد البيسين هذا، مي تغيروا فيه بزاف ديال الحوايج ولا بيسين زوين بزاف. غادي نشارك معاكم زعما جبت لكم ان بون بلون، بامكانكم تشوفوا الفيديوهات ديال العام اللي فات كيفاش كان ودابا كيفاش ولا زادوا دو بيسين. مهم القضيه ولات كبيره وحتى لي بخي ديالهم كنتو خليتوا لي في التعاليق شوفي لينا شي بيسينات هنايا في تماره، ومام حتى عند عند راجلي في لي ستوري في الانستغرام قلتوا ليه شي بيسين في تماره ويكون الاثمنه ديالو مناسبه. انا يا اول حاجه مهم حنايا راه ما كناش معولين، ما نكذبش عليكم ما كناش معولين، ما كناش دايرين بروغرام وداك الشيء، يعني البيسين اللي غادي نجيو ليه هو هذا والاثمنه ديالو ريزونابل يعني يقدر اي واحد يجي ليه. مهم حتى جلسنا وقادينا ولبس الدراري والمسائل عاد ديك الساعه قلت غادي نصور لكم. اول حاجه غادي نبداو بها غنبداو بالاثمنه. العام اللي فات كانوا دايرين 30 درهم، دابا مع الاصلاحات مع هادشي تبارك الله كبار مع كوثر حتى هي مع الاصلاحات كما قلت لكم وهادشي تبارك الله كبير وداك الشيء زادوا 20 درهم. انا غادي نوريكم دابا وغادي ندور لكم الكاميرا كيفاش ولات الدنيا هنايا تبارك الله ولات كبيره. عرفتي هاد الاسباس هذا كامل كان غير خاوي يعني ما مستافدين منه حتى شي حاجه، دابا ولا باركينغ. وهاد البلاصه اللي كنهضر معكم فيها هنايا هاد البلاصه كلها كانت باركينغ، وهذا هو البيسين الجديد اللي زادوا. المهم انا غادي نصور لكم. ها هي جودي مالكي ميمي، احنا دابا نتغداو دابا نقول لهم يصيبوا لينا ميمي. يلا صافي واخا. المهم خليكم معايا نوريكم الاثمنه ومباشره غادي نمشي نوريكم المنيو ديالهم شنو كاين. المهم كيف ما كتشوفوا بالنسبه للاثمنه 50 درهم 50 درهم الا جيتوا نتوما عائله، الا جيتوا عائله كتحسب لكم 50 درهم. واللي ما كيعومش غير باش تعرفوا اللي ما كيعومش البنات 30 درهم فيها كونسوماسيون. صافي جودي 30 درهم فيها كونسوما. المهم كيف ما قلت لكم 30 درهم اللي ما غاديش يعوم داخله فيها كونسوماسيون، واللي جاب بوحدو غيخلص 100 درهم اللي جاب بوحدو. اما الا جيتو مثلا عائله راه غادي تخلصوا 50 درهم لواحد، وذوي الاحتياجات الخاصه ما كيخلصوش، وبالنسبه للناس الكبار اللي عندهم فوق 60 عام ما كيخلصوش. المهم هادشي اللي كاين. وحاجه اهم هي الماكله. هنايا راكم شتو ممنوع يخرج شي واحد وما تخافوش، بعدا هنا كاين الامان. انا راه ما نكذبش عليكم، انا راه وليداتي العام اللي فات كنت كنخليهم زعما وزعما انا مرتاحه والله القسم. حاجه اخرى الماكله، انتيردي. كنتو قلتوا لي في الفيديو اللي فات فاش كنا في رقية بارك قلتوا لي زعما الواحد يدخل الماكله وداك الشيء. البنات راه الناس راه ماشي كلهم بحال بحال، راني جاوبتكم في التعليق، الناس راه ماشي كلهم بحال بحال، راه كاين اللي راه ماشي الانسان كياكل وكيجمع ديك الميكله ديالو وحاشاكم كيمشي يديرها في لابوبيل، لا راه كيبقى التورتي ديال الخبز كتبقى الروينه والله. هنايا لا كويزين ها انتم كيف ما كتشوفوا، هنايا الكوزينه غنوريكم ان شاء الله المنيو. هنايا كيديروا الطواجن والباربيكيو وداك الشيء. المهم تما قهيوه كافي. هذا البيسين اللي زادو ها انتما كيف ما كتشوفوا، كان غير هذاك القديم هو اللي كان، وهذا عاد زادوه جديد. مهم ولا اسباس كبير بزاف والامان، ما تخافوش على وليداتكم يعني واخا تجلسوا لهيه مثلا ولادكم يجوا لهنايا ما تخافوش، حيت ما عندهمش منين يخرجوا بصفه نهائيه. المهم هادشي اللي كاين اللي غادي مثلا الماكله راه عندهم الماكله هنايا، وحتى الاثمنه ديال الماكله دابا نوريكم المنيو عندهم اثمنه مناسبه. تقدروا تجيبوا معكم مثلا الكوتيل وليداتكم هكا شي حاجه خفيفه، راكم عارفين البيسين والبحر كيجيب الجوع، شي حاجه خفيفه اللي يقدروا ياكلوها وليداتكم وصافي. هادشي اللي كاين. المهم جبت لكم انايا ان بون بلون، هذا بيسين زوين كنت كنرتاح فيه، وليداتي هنا فين تعلموا لا ناتاسيون. اش غادي نقول لكم، مهم ونقي زوين ونقي، وحتى الناس اللي خدامين الله يعمرها دار، مانيين شي حتى هما الله يعمرها دار. ايوا هادشي اللي تسالوني الكبيرات ديالي. المهم انا غادي نوريكم اسعد وامجد، ما عرفتش فينا هما بلاتي ها هما.
جودي عاد خديت لي هذيك لابوي ها هي. هاي 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 على جودي. زوينه لابوي زوينه زوينه لابوي. جودي ها انتم شوفوا الدنيا كيفاش دايره. كيف ما قلت لكم ما كناش دايرين بروغرام كاع غادي نجيو اليوم، حيت اليوم اصلا كاين لانيفرسير ديال بنت خويا، عارض علينا خويا العشاء دير هكا غير حليوه وداك الشيء، والبنيه الصغيره ديالو الله يخليها ليه والله يعطيه ان شاء الله باش يكون مع بنياته ان شاء الله يا ربي. وقلنا صافي مني جاو العائله وداك الشيء نبروفيتاو حتى انايا نبروفيتاو حتى حنايا والوليدات يجيو يبدلوا الجو، راكم عارفين العطله هذه الواحد كيبغي يبدل الجو كيبغي كيبغي سورتو الدراري الصغار ما كيعياوش ما كرهوش كل نهار يخرجوا. سورتو العام اللي فات راه كنت دايره لهم لابونمون انايا هنايا، يعني راه تقريبا 3 شهور ديال الصيف كامله كانوا كيجيو لهنايا. اسعد وامجد راه تلاقاو مع صحابهم، كانوا عندهم كلهم صحابهم هنا غير كبار. امجد يلا وريني وريني تلاح عشي ما قدام فرحه مساكن. هذا هذا البنت راه غارق فيه 2 متر، هذا فيه 2 متر ديال الغرق وهذا فيه مترو 40، وعاد الاخر حتى هو فيه 2 متر، والصغاور ديال الوليدات الصغار فيه تقريبا شي 60 سنتيم ولا ما عرفتش. هذا ها انتم شوفوا اسعد وامجد صراحه كانوا كيديروا لي زاكتيفيتي، كانوا كيديروا مسابقات، كانوا كيديروا داكشي واعر. واللي متبعني من العام اللي فات وكيتبعني في الانستغرام وداكشي راه كانوا كيجيو هما الاولين ديما، امجد تبارك الله هو الاول واسعد هو الثاني. بالنسبه للانستغرام ديالي البنات راه مشى ليا الانستغرام الاولاني ودرت الانستغرام الثاني ومشى ليا، ملي مشى ليا التليفون بغيت ندخلو لقيت راسي انني نسيت على الكود، دابا غادي نضطر انني ندير انستغرام واحد اخر. ايوا هادشي اللي كاين. نمشيو نشوفو المنيو ديال الماكله هنايا. بغيت نوريكم البنات، بغيت نوريكم غير لي موني. سولت دابا السيد اللي مكلف بالكوزينه قلت ليه واش كلشي كاين، قال لي كلشي كاين. شي حاجه ناضيه ياك، الماكله بتمشي مزيان ماشي بحال ديال العام اللي فات ياك. صراحه حيت العام اللي فات كان واحد الشيف مرا مزيان، العام اللي فات كان واحد الشيف صراحه واخا نقي وداكشي ولكن الماكله ما عندوش بنينه ما نكذبش عليكم. المهم البيتزا ها انتم شوفوا البنات اللي باغيين يسكرينيو ويشوفوا على خاطر خاطرهم الاثمنه، كاين بيتزا دجاج لي سالاد ولا تا بلا سبيسيال شي حاجه ديالك شي واحد دابيتي ما غاديش نصاوبوا لي بلا ياك. ها انتم كيف ما سمعتوا البنات اللي مشهي شي بلا يعني سبيسيال واخا ما كاينش هنايا راه يصايبوه ليكم. كاين الفطور ياك، راك عندهم حتى التريتور. واللي بغيت نقول لكم عاوتاني كاينه فيت هنايا، كاينه داك قاعه الاعراس راه كاينه هنا. اي حاجه قولها بوش التليفون اه. المهم انتم كيف ما كتشوفوا هنايا المشروبات وهنايا الطاكوش لي ساندويتش والبانيني ولي طاجين. كيف ما كتشوفوا اللي بغات دير سكرين ولا تحبس الفيديو وتشوف الاثمنه على خاطر خاطرها ها انتم. وكما قلت لكم راه ولات مرا هي اللي ولات شاف هنايا، يعني المرا عاوتاني راكم عارفين عند الطياب داكشي على حقو طريق داكشي ديال الدار. ايوا هادشي اللي كاين. نشوفوا شنو غادي ناخذوا حنايا وديك الساعه نشارك معكم شنو غادي ناخذ. بيتزا ها انت دير ليا واحد جوج بيتزا طون ياك، طون جوج بيتزا طون ووحده كفته تما بيتزا طون 30 اه، و بيتزا كفته وحده وجوج وجوج تاكوس كفته. دونك عندك ثلاثه بيتزا، ثلاثة بيتزا وحدة كفتة وجوج تاكوس كفتة ياك. وبغيتك تصيب ليا واحد الصالاد لخالتي ياك، تكون فيها خضيرة وداك الشيء ياك، ما فيها لا ملحة لا زيت لا حتى شي حاجة هكاك ناشفة 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 صافي خويا الله يعطيك الصحة. تاكل شوية حلاوة ولا لا؟ والو لا حلاوة لا ملوحة فيها شوية ديال لا ما دير لا لا صوص لا والو نهائيا. واحد السلطة اخرى بغيت نزل ندير لها زعما شويه وكان مخلطه في لا لا فيها السكر اه لا فيها السكر داكشي لا بغات داكشي غير صافي كون خضيره داكشي. المهم مسائل وغادي تزيد معاهم واحد دو فخيت عافاك. عندي سلطة وبالنسبه للمناظر حتى يجلسوا هذيك الساعه نشوفوا شنو غادي يشربوا في المناظر. ودو فريت اه وجوج فريت صافي صافي.
والمناضه تيجلسوا. صافا هذيك تجلسوا فين جالسين نتوما اليوم؟ انا اجي نقول لك علاش ما بقيتيش كتعوم في داك الكبير؟ علاش ما بقيتيش كتعوم في داك الكبير؟ غارق بزاف قاصح. كيفاش قاصح؟ ثقيل زعما ثقيل ثقيل. عاجبك الحال؟ ها تيعجبك هاد لابيسين هذا؟ تيعجبهم حيت يلقاو فيه راحتهم وصراحه كلشي رد ليهم البال. شوفوا جولي حتى هي. بالنسبه للعنوان ديالو البنات انايا فاش غادي نكون خارجه غادي نعطيكم النت ان شاء الله اكزاكت. بعد فين هو واحد امجد؟ فين هو امجد؟ امجد فين هو؟ امجد ما عرفتش فين هو. أميرة 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 شوفي أميرة عطيني شي بيزو موا حبيبة. المهم كيف ما كتشوفوا هالبيتزا كفتة. المهم داكشي عامر زوين وهذه ديال الطون لا سالاد ديال خالتي. المهم هما راه بداو بداو الماكلة. انا الدري قال لي عاود تاخذي كانيطه تاخذي كوكا هكا ديال لي تروح سليك وطاكوس. المهم كيف ما كتشوفوا المهم الاثمنه زوينه بحال ديال البرا مناسبه. هانتوما جودي جاك الجوع جودي؟ اش قلتي لي؟ قلتي لي عجبك الطاكوس؟ شنو اللي عجبك فيه؟ بحال شاورما. عرفتي علاش؟ حيت ما جاش مزيت. داروه ناشف وداروه في البريسه وفعلا دقت منه بنين بالصحه وراحه مامي بالصحه وراحه. جاكم الجوع ياك بصحتكم. شوفوا جودي شوفوا جودي شوفوا جودي شوفوا جودي مامي كتعوم يا حبيبه. جودي كتعوم بلا لابوي بلا حتى شي حاجه عندك توركي عليها تغرق. جودي مشيو مشيو نو لا راه خاصنا نمشيو. مشيو ها هو امجد. امجد تعوم من تما حتى لهنايا اخر عومه قبل ما نمشيو. يا سير سير تلاح من لهيا. غادي راه ما نمشي ولا صافي راه الوقت هذا. اجي نقول لك اجي نقول لك اجي شوف فيا اجي نهضر معاك. شوف كي بقات ليه مسكين هادي شوف كي بقات ليه. يلا سير سير وريني وري البنات كيفاش كتعوم. سير يلا سير تلاح من لهيها ما بقاش عندك النفس ما بقاش عندك الجهد. قول هاي سير غير شويه يلا هاي سير شويه سير يلا سير يلا سير ها واخا يا رسير. ها نعم ها تنتيا انتي تنتيا واخا يلا امجد سير يلا يلا برافو امجد. هذا راه فيه جوج مترو ديال الغرق. برافو ماما هاي هاي على الغطيس. برافو ولدي برافو 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 ماما برافو برافو. يلا شوف يلا عم شويه واش مشيو صافي. يلا سير عم في المويه سير. قلت والو ماما صوريني انا. يلا سيري وريني نشوف وريني نشوف. برافو ماما يلا عومي ماما شويه يلا عومي. المهم البنات بغيت غير نوريكم الطريق. هذه الخرجه ديال لابيسين هذه طريق غبوله. دابا غنخرجوا للشارع الرئيسي باش ملي تكونوا طالعين من التماره يعني الطريق اللي كتطلع للمرس
وسيدي حيا سوق السيرز داك الشيء. انا غادي نوريكم الرون بوين منين غادي تدخلوا على يديكم اليمين. دابا حنايا في الخرجه ديال لابيسين، ولكن نتوما ملي تكونوا طالعين من تماره غدوروا على يديكم اليمين، ولا كنتوا هابطين من سيدي حيا المارس داك الشيء غادي تدوروا على يديكم اليسار. احنايا يعني ما بين الرون بوين البيسين تقريبا شي 500 متر بحال هكا، 400-500 متر، يعني الطريق راه واضحه باينه. هنا راه كاينين الحداده وكاين كاينه واحد الشركه، ها هي كيف ما كتشوفوا، هي الشركه ديال مارت ديال الحديد ولا مارت ديال الماتيريال. المهم هذه هي الرون بوين، هذه الطريق اللي كدي لسيدي حيا والمارس وداك الشيء، وهذه الطريق اللي كدي تتهبط لتماره. راه كيف ما قلت لكم الطريق راه واضحه، ما تلفوا لا هكا لا هكا، علموها غير بهاد يعني على بهاد الشركه الزرقاء. هاد الشركه الزرقاء كدوروا على يديكم اليمين الا كنتو طالعين من تماره، ودوروا على يديكم اليسار الا كنتو جايين من المرس ولا سيدي حيا. ايوا صافي، هنايا غادي نسد هاد الفيديو هذا، وحتى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا مع السلامه.